شكري. يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة العلاقات المصرية الأمريكية في مختلف المجالات. مدبول يتوجه لألمانيا للترويج لاستضافة مصر لبطولة كأس اليد للعام 2021. قتلى وجرحى في هجوم حوثي لطائرة بدون طيار على عرض عسكري الجيش اليمني بقاعدة في محافظة الحج. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، أهلا بكم في نشرة إخبارية على شاشة النيل. يعقد اليوم وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة العلاقات المصرية الأمريكية في مختلف المجالات. كما يبحث الوزيران أيضا عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء في زيارة إلى مصر، وذلك في إطار جولته بعدد من دول المنطقة. توجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى ألمانيا يرافقه وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي للترويج لاستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، وذلك على هامش حضوره مراسم افتتاح الدورة 26 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال والمقامة بألمانيا والدنمارك في الفترة من 10 حتى 27 من يناير الجاري. من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء بعدد من المسؤولين الألمان، كما سيعقد لقاءات مع الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر بما فيها شركة مرسيدس وعدد من شركات تدوير القمامة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، ياريت تطلعنا لآخر التفاصيل الخاصة بزيارة رئيس الوزراء لألمانيا. بالفعل صباح الخير زميلي عمرو. بالفعل غادر بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء متوجها إلى ألمانيا في إطار المشاركة يعني لرفيعة المستوى في فعاليات افتتاح البطولة المقامة في ألمانيا في الفترة من 10 إلى 27 يناير الجاري، في إطار حرص القيادة السياسية أيضا للدولة المصرية على دعم مختلف أنشطة وبرامج الرياضة المصرية ودعم جميع ملفات استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى بشكل يليق باسم وسمعة وحضارة جمهورية مصر العربية، أيضا لما في ذلك من أثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والسياحية. هناك أيضا من المقرر أن يلتقي سيد رئيس الوزراء بعدد من المسؤولين الألمان وفي مقدمتهم نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية لمناقشة ملفات التعاون الإنمائي، كما سيعقد أيضا لقاءات مع الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر وبما فيها رئيس شركة مرسيدس وعدد من شركات تدوير القمامة، وذلك في الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية البديلة، حيث عقد بالأمس اجتماع سيد رئيس الوزراء مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتنفيذ هذه المنظومة التي تشمل أعمال النظافة والجمع والفرز والتي تتم في المناطق الخدمية وما يتبع ذلك من عمليات النقل إلى محطات الترحيل ومنها أيضا إلى محطات المعالجة. العديد من الملفات سوف يتم مناقشتها أيضا على هامش هذه الزيارة، ومن المقرر أن يلتقي السيد رئيس الوزراء غدا بهذه المجموعة الخاصة بملفات القمامة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين أيضا في المجالات الاقتصادية الأخرى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا للزميل أحمد أبو الحسن مراسلنا في مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. كان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قد أكد أمس خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس على أن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة يعد حدثا استثنائيا بعثا برسالة إيجابية للغاية محليا وعالميا. كما شهد مدبولي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئتي السكك الحديدية والبريد بهدف تقديم خدمات حجز القطارات ونقل الطرود والبضائع إلكترونيا عبر أكشاك تابعة لهيئة البريد المصرية. تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى تجديد العقوبات على التعدي على الأراضي الزراعية والمباني والأراضي الفضاء التابعة للجهات الحكومية
وموافقة على تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل قدره 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي. وعقب الاجتماع شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد. يهدف البروتوكول إلى وضع أكشاك بالمحطات الرئيسية للقطارات للتيسير على المواطنين في الحصول على تذاكر القطارات، وأيضا تطبيق الحجز عن طريق التليفون المحمول من خلال 4000 مكتب بريد. الغرض من هذه الأكشاك هو تقديم الخدمات البريدية بالكامل في إطار سياسة الدولة للتسهيل على المواطن، وإطار سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحويل هيئة البريد المصري إلى منفذ رئيسي لتقديم جميع الخدمات الحكومية. يستطيع المواطن إن شاء الله بموجب هذا البروتوكول أن يتوجه إلى هذه الأكشاء أثناء انتظاره للقطار للحصول على أي خدمة من الخدمات الحكومية أو الخدمات البريدية. الحجز القطارات اللي احنا أطلقناها في يوم 6 أكتوبر تحديدا من العام الماضي كان باستخدام البلاي ستور أو النظام الأندرويد السامسونج وما شبيه لي، وحجزنا وحققت نجاح مش بطال بالذات بالنسبة للشباب في كل أنحاء الجمهورية. في الصعيد بنجد إن في شباب دلوقتي الحمد لله بيحصلوا على تذاكر القطر والحجز بتاع القطر من البيت عنده، بيحجز عن طريق الموبايل أبليكيشن. وفي ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بالعمل على تنقية المياه بمصرف كيتشنر وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بهدف استحداث منظومة مستدامة لإدارة وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف بقيمة 148 مليون و300 ألف يورو. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والتقهلية. هذا المصرف كان له أبعاد يعني سيئة على صحة المواطنين في هذه المحافظات، فالتحرك فيه هيدي بعد مهم جدا بيئي وصحي للمواطنين. وبالفعل زي ما أشارت زميلة وشركانة في التنمية ده هيساند كده بالإجمالي يعني أكتر من 6 مليون مواطن مصري. يعني في الإطار بتاع الاستراتيجية بتاعت إدارة المية 2050 و2030 هي تحسين نوعيه المياه، واحنا بنشوف كم الاستثمارات اللي بتصرفها الدوله النهارده. انا بقول لكم في مشروعات بتتعدى ال 40 مليار جنيه شغاله بتتنفذ عشان نحسن نوعيه المياه. اخرها كان مشروع بتاع الجبل الاصفر اللي هو شغال في ابو رواش، في كيتشنر، في المصارف اللي بترمي على بحر البقر اللي هيخش في التنفيذ ان شاء الله مصرف بحر البقر، بحيث ان احنا داخلين بحزمه كبيره جدا علشان تحسين نوعيه المياه، وبالتالي هيبقى ليها انعكاسات على تحسين الصحه والبيئه والمنتج الزراعي نفسه. وبهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السلبية وحفاظا على حقوق المستهلكين، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة لتصبح تبعية الجهاز مباشرة لرئيس الوزراء. قرارات حاسمة وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة في كافة القطاعات بتجديد العقوبات على كل من يتعدى عليها بأي نوع من أنواع التعدي أو إهدار المال العام للدولة. واتفاقيات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في المنافذ البريدية، وأيضا تحسين مياه الشرب، وأيضا تحسين الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الاستفادة من الصرف الصحي في المجالات الزراعية وغيرها. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. يعقد اليوم المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح صب الله مؤتمرا صحفيا عالميا بقاعة الشورى بمقر مجلس النواب، وذلك بحضور وسائل الإعلام العربية والأجنبية بمناسبة مرور 3 سنوات على حلف اليمين الدستورية للبرلمان. من المقرر أن يتم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التشريعية والرقابية للمجلس خلال أدوار الانعقاد 3 الماضية، وكذلك دور المجلس في دعم الدولة المصرية والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها أجهزة الدولة والبرلمان.
نجح قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع أمن بني سويف في ضبط شخصين قاما بسرقة 10 أطنان كابلات كهربائية مخصصة لمشروع تغذية المنطقة الصناعية ببني سويف. من ناحية أخرى، أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة جلب نحو 915 تربة لمخدر الحشيش لداخل البلاد عبر ميناء نويبع البحرية. حمل المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري تركيا مسؤولية الفوضى التي تغرق فيها البلاد، مؤكدا أن هناك خيارات عدة لمحاسبة أنقرة على تدخلها في الشأن الليبي. وقد شدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن أنقرة تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي والتي تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلا عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا. وأضاف المسماري أن تركيا هي القائد الرسمي للإرهاب في المنطقة وليس في ليبيا فقط. أكد المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث ضرورة إحراز تقدم كبير قبل إجراء مزيد من المحادثات لحل الأزمة اليمنية. وقال جريفيث في كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن أنه ما زال يشعر بالتفاؤل حيال إمكانية نجاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مفاوضات السويد، مضيفا أنه كانت هناك بعض الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، لكن الأوضاع تتسم بالهدوء الحذر بشكل عام. كان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار. شن المتمردون الحوثيون اليوم هجوما بطائرة بدون طيار على عرض عسكري في قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج بجنوب اليمن. وأضاف مصدر أمني بالحكومة اليمنية أن الهجوم أدى لسقوط عدد من الضحايا إضافة لعدد من الإصابات، إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي حصيلة حتى الآن. من ناحية أخرى، تمكنت قوات الجيش اليمني في وقت سابق من تحرير مناطق في مديرية دامت شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، ما أسفر عن مصر نحو 8 من عناصر الميليشيا وجرح نحو 6 آخرين. لقي نحو 5 جنود بريطانيين مصرعهم وأصيب آخرون في قصف صاروخي شنه تنظيم داعش الإرهابي على قرية الشعافي في دير الزور في سوريا. من جهة أخرى، عادت دفعة جديدة من المهاجرين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر مركز نصيب جابر الحدودي تمهيدا لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن دفعة جديدة تضم نحو 130 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال من المهاجرين السوريين عادت من مخيم الأزرق والزعتري في الأردن. أكدت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الدعم الكامل والمستمر من الاتحاد لمفاوضات جنيف بشأن سوريا والتي تقودها الأمم المتحدة هناك، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254. كما بحثت موغريني خلال اتصال هاتفي أجرته مع جير بيرتسون المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا والذي بدأ ولايته في شهر يناير الجاري سبل دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية من خلال انعقاد مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا في الربيع القادم. وقد دعت موغريني المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا إلى زيارة بروكسل في أقرب فرصة ممكنة لبحث تطورات الشأن السوري. بدأت العاصفة الثلجية نوراما التي تضرب لبنان منذ نحو 4 أيام في الانحسار بصورة تدريجية بعدما شهدت البلاد تساقطا كثيفا للأمطار الرعدية والثلوج واشتداد سرعة الرياح والتي وصلت إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة. هذا ولا تزال عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في عموم البلاد مغلقة جراء الثلوج والتجمعات المائية والتي تسببت فيها السيول. وقد طلبت أجهزة الأمن والإغاثة المواطنين اللبنانيين بضرورة توخي الحذر مع استمرار سقوط السيول والعواصف الشديدة في عدد من المناطق. كانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في غرق العديد من المنازل والمناطق الزراعية وبخاصة في محافظة عكار، في حين شهدت المناطق الجنوبية وبخاصة بمحافظات النابطية فيضانا كبيرا للأنهار جراء السيول الغزيرة.
في سياق متصل لضربة العاصفة التي وصلت إلى لبنان عشرات مخيمات اللاجئين السوريين ما أدى إلى إغراق العديد من المخيمات تحت الثلوج والأمطار والسيول. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في لبنان أن ما لا يقل عن 66 مخيما غير رسمي طالتها الفيضانات، بينها 15 مخيما غمرتها المياه بشكل كامل أو حتى جرفتها. معاناة كبيرة يعيشها اللاجئون السوريون في المخيمات في لبنان بعدما ضربت عاصفة شديدة عشرات المخيمات فأغرقتها تحت الثلوج والأمطار والسيول، ما زاد من بؤس سكانها الذين يجدون صعوبة في تحمل رياح الشتاء القوية والبرد القارس. يعيش في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب المندلعة في سوريا، وتعيش غالبيتهم العظمى في مخيمات عبر البلاد وخصوصا في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد. قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم مساعدات عاجلة للاجئين، حيث طالت الفيضانات ما لا يقل عن 66 مخيما غير رسمي، بينها 15 مخيما غمرتها المياه بشكل كامل أو جرفتها. نحن عم نبرم على العائلات نشوف شو الوضع ونحاول نساعد قد ما فينا. في عالم كسرت خيامها، في عالم فاضت كتير، المي فاتت على الخيام، في عالم ما قدرت تنام بخيامها واضطرت تروح على خيام جيرانها أو عائلات بيقربوها. ما شك أنه الوضع كتير صعب. وقدرت المفوضية بأن نحو 50,000 لاجئ يعيشون في نحو 850 مخيما غير رسمي مهددون بالفيضانات، موضحة أن نحو 300 شخص نقلوا إلى أمكنة أخرى في مخيمات تقع في شمال لبنان والبقاع. وأكدت المفوضية أنه لم تسجل أي وفاة حتى الآن في المخيمات، وأنها اتخذت إجراءات عاجلة لمواجهة الأحوال الجوية السيئة عبر توزيع الأغطية وخيم جديدة. عم نحاول قد ما فينا نقدم مساعدة، عم نحاول نلبي احتياجات أساسية مثل فرشات مثل حرامات لحتى يقدروا يقضوا ليلة دافية بقدر المستطاع. وفي مخيمات البقاع غطت الثلوج والوحول الممرات بين مساكن اللاجئين الهشة، ودخلت المياه العديد منها. وفي بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع يعيش نحو 36,000 لاجئ أوضاعا مأساوية مع انهيار الخيام وقلة الغذاء والإمدادات. ومن المعروف أن أكثر من 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في لبنان تحت خط الفقر. أعلن حزب العمال البريطاني أن زعيمه جيرمي كروبن سيلقي خطابا بإجراء انتخابات عامة حال خسرت رئيسة الوزراء تريزا ماي تصويتا في البرلمان على خططها الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. كانت الحكومة البريطانية قد منيت بهزيمة أخرى بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمه على الإعلان خلال 3 أيام على الخطوات التي ستتخذها في البرلمان على رفض البرلمان خطة تربل بريكزيت خلال التصويت المرتقبة. من جهتها حذرت ماي نواب البرلمان من اقتراح اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدلا من الاتفاق الذي تفاوضت عليه حاليا. سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اجتماع مع قادة الكونغرس الديمقراطيين قائلا على تويتر أن الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض لإنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية كان مضيعة للوقت تماما. من جهته اعتبر زعيم الديمقراطيين بالكونغرس شاك شومر أن الاجتماع شهد نوبة غضب جديدة من الرئيس لأنه لم يحصل على ما يريد. تزامنا أقر أعضاء مجلس النواب الأمريكي تشريعا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا للحكومة استمر 19 يوما دون أن يخصص أي أموال للجدار الحدودي مع المكسيك المثير للجدل. أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جي أن أن الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى بكين هذا الأسبوع هي مؤشرون على أن القمة الثنائية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشيكا. وأضاف مون أن زيارة الزعيم كيم جونغ أون إلى الصين سيكون لها تأثير إيجابي للغاية على نجاح القمة الثنائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. أعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية فوز مرشح المعارضة فيليكس تشيسيكدي بانتخابات الرئاسة التي أجريت 30 من ديسمبر الماضي. وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أنه فاز بنسبة 38.57% من الأصوات والتي تجاوزت 18 مليون.
وقد تمكن تشيزيسكي من الحصول على 7 ملايين صوت مقارنة بنحو 4.4 مليون صوت حصل عليهم منافسه ومرشح الحزب الحاكم إيمانويل شادري، والذي اختاره الرئيس جوزيف كابيلا لخلافته. تنظر غدا المحكمة العليا في ميانمار في طلب طعن مقدم من 2 من صحفي وكالة رويترز للانباء المحتجزين منذ العام الماضي. كانت السلطات قد ألقت القبض على الصحفيين الاثنين في شهر سبتمبر الماضي خلال عملهم، حيث كانوا يجريان تحقيقا استقصائيا حول مقتل نحو 10 من أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وكذلك سير العملية الديمقراطية بالبلاد. وجهت الشرطة الأسترالية الاتهام إلى مشتبه فيه بإرسال نحو 38 طردا يحتوي على مواد خطرة إلى سفارات وقنصليات في أنحاء البلاد. وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية أن المتهم ويدعى سافاس أفان أرسل مواد خطرة عبر خدمات البريد، وهي جريمة تصل لعقوبتها القصوى إلى السجن نحو 10 سنوات. وذكرت الشرطة أن الطرود تحتوي على مادة الأسبوتوس التي كانت تستخدم سابقا في البناء. عودة للشأن المحلي من جديد، حيث منح اتحاد كتاب مصر عدد كبير من المبدعين في مجالات الشعر والقصة والرواية جوائز التميز. وخلال الحفل أعلن الرئيس الاتحاد دكتور علاء عبد الهادي إعادة إصدار مطبوعة ضاد بعد توقف دام لنحو 6 سنوات وإنشاء موقع إلكتروني للاتحاد. نتابع. زخم مختلف شهده حفل توزيع جوائز اتحاد كتاب مصر هذا العام. الفائزون بجوائز التميز في الشعر والقصة والرواية والنقد والترجمة أكدوا أن سعادتهم لا تنبع من منحهم جوائز مادية وعينية فقط، بل لكون الاتحاد بدأ يشهد عهدا ذهبيا في إعادة الحركة الثقافية الإبداعية إلى الواجهة مرة أخرى. الاتحاد أصبح بيت حقيقي للمثقفين، وأصبح موئل للعمل الإبداعي والكتابي، وأصبح مؤسسة يوثق بها ويوثق بأدائها وبمجمل الأنشطة والتوجهات التي تحركها. جوائز هذا العام واللي عكست اهتمام أكتر بالمبدعين الحقيقيين بتفتح نافذة الأمل على بكرة، إن كل كاتب يعرف أنه لا يحرس في البحر، وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة. اتحاد كتاب مصر الذي شهد أيضا أداء القسم النقابي للأعضاء الجدد أكد أن الإنجازات التي قام بها في دورته الحالية لم تأتي إلا من خلال وضع آليات تجاوزت العقبات. اتحاد الكتاب الآن أصبح وزارة الثقافة الحقيقية بمن فيه من 4000 مبدع وناقد ومفكر، وحجم الإنجازات التي تمت في هذه السنوات الأربع غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد أو في تاريخ النقابات المهنية على نحو عام، من تغيير على المستوى التشريعي، من تصدي المشكلات كانت مستمرة من أول إنشاء الاتحاد إلى الآن، خاصة بقانون الاتحاد وتعديلاته، خاصة بمعاشات الأعضاء ورفعها إلى 50% زيادة، خاصة بما يرتبط بعلاج الأعضاء، بالنشر، باللوائح الجديدة، بإعادة وضع الاعتبار للثقافة بصفتها قوة أساسية من قوى التغيير في المجتمع. وخلال حفل توزيع جوائز الاتحاد تم الكشف عن إعادة إصدار مطبوعة ضاد الإبداعية، وذلك بعد توقف دام لستة أعوام. إعادة الحياة إلى اتحاد كتاب مصر ليشرق من جديد بعنفوانه الفكري والإبداعي المعهود، تحرك يؤكد القائمون عليه أنه يهدف إلى تفعيل أحد أهم أدوات ومعاقل القوى الناعمة في أرض الكنانة. محمد العارف، النيل. في الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة العلاقات المصرية الأمريكية في مختلف المجالات. مدبول يتوجه لألمانيا لترويج الاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.
قتلى وجرحى في هجوم حوثي لطائرة بدون طيار على عرض عسكري للجيش اليمني بقاعدة في محافظة الحج. نشكر لكم طيب المتابعة. بعد قليل يتجدد اللقاء في جولة مع المصحف المحلية والعربية والعالمية. ابقوا معنا. إلى اللقاء.